سليمان الحداد؟ هو إنسان بسيط جدا وعادي، هو مواطن نشأ نشأة فقيرة جدا. أنا ولدت عام 1937 في ضيعة حمام القرح، في قرية متواضعة اسمها حمام القرح. هذه القرية التي شلحها الله في جبال اللاذقية، هذه القرية التي ترتفع حوالي 700 متر عن سطح البحر، كانت لا تصلها الرواحل، كانت قرية نائية بعيدة. ولدت كما تقول لي أمي في الحقول، حيث كانت أمي ترزم الطيون والبلان وتخبز عليها بطائر الصبر. كان الفقر في كل مكان في بيتي، ومن هناك أقول وبمصداقية وبعد مرور أعوام طوال أنني من هناك تعلمت البعث وأصبحت واثيا. هذا البيت يتوسطه مدفأة صغيرة، هذه المدفأة كنا نسميها في العامية التفي، هذه نوقد الدخان في هذه المدفأة والدخان يتصاعد، لا نرى بعضنا، الواقف لا يرى القاعدة، إلا كنا نحيط بهذه المدفأة ونتدفع عليها. كان أبي رحمة الله عليه كان من فقراء القرية، لا أحب أن أقول من أفقرها، أقول من فقراء القرية، وكان من وجهائها، كان يلجأ إليه كل أهالي المنطقة حينما يختلفون على أي موضوع كان. كان تلاميذ المدارس القرى المجاورة يأتون إلى منزلنا المتواضع فنتقاسم وإياهم العلم والطعام، حيث كانوا يجيبون معهم بعض الطعام فلتقاسموا بيننا وبينهم العلم والطعام. شو أخذك على دير الزور حتى أخذت الثانوي؟ كان في جواري منزلي شجرة عادية، شجرة السنديان الأزلية الأبدية التي أحبها، وأشعر وأنا في هذه اللحظة وأنا 70 من عمري أشعر بأنها رمز لحياتي، حتى أنني في مذكراتي القسم الأول من هذه المذكرات جعلت هذه السنديانة هي صورة لغلاف مذكراتك المذكرة. اللي ستصدر قريبا، ستصدر قريبا. نعم. بعنوان دروب معبدة بالآلام. نعم، دروب معبدة بالآلام. السنديانة لها قصة كبيرة جدا، هذه القصة تتلخص بالآتي: لا أحد يعرف عمر هذه الشجرة، جدي لا يعرف عمرها، عمرها لا يقل عن 400 عام. شجرة السنديان الكبيرة التي عمرها 400 عام والتي في القرن الماضي، في أربعينات القرن الماضي جاءوا أو كانوا
شلة من الرجال يوم اللواء اسكندرون أحلامهم أكبر من اتساع رؤوس الرجال، عنان الحياة صبي عليهم. أطلوا علينا كما قلت في مطلع أربعينيات القرن الماضي إن وظنوا جاءوا من لواء أسكندرون، لأنني تحدثت معهم كلهم، زكي الأرسوزي ووهيب الغانم وسامع العيسى، اجتازوا حينما جاءوا قالوا لي كيف اجتازوا جغرافي يفصل بين أنطاكيا واللاذقية، أمين بتحقيق الحلم بعد مؤامرة سلخ اللواء، لكنهم ما أن اجتازوا حتى وجدوا أنفسهم محاطين بمحيطات من الجروف تحاصرهم تحاصرهم، وكثير من التيارات تهددهم أيضا وتحاصرهم. جاءوا هؤلاء الناس، جاءوا بنفوس عربية شامخة، جاءوا إلى منطقتنا منطقة اللاذقية. كان الأستاذ سليمان عيسى كان يمشي كما قلت لك، هذه القرية لا تصلها إلا الرواحل، كانت تبعد عن الطريق العام حوالي 10 كيلومترات. كانوا يأتون مشي في الحر وفي الجو المميت ويصلون إلى هذه القرية ويقصدون هذه السنديانة الذي سميناها سنديانة البحث، هذه السنديانة التي علمونا تحتها تحت هذه الشجرة، علمنا الأستاذ سليمان عيسى، علمنا مبادئ العروبة والحزب. كنا صغار، كان سليمان عيسى ينشد بعض الأناشيد الزجلية، هذه الأناشيد يعني مع الأسف هاي الأناشيد، ولو بدي أقطعك أستاذ سليمان، يعني هي غير معروفة بالنسبة لمن يعرف شعر سليمان العيسى. يعني إحنا بنعرف شعر سليمان العيسى فصيح وموزون وكذا، لكن ما بنعرف له شعر زجل. سليمان العيسى رجل كبير وشاعر، سليمان العيسى عمل زجليات كبيرة كثيرة جدا في البحث. مثل شو يعني؟ وأنا أقول لك، حلو سألتني هذا السؤال. نحن في المنطقة، كل المنطقة تقرأ هذه الزجليات وتردد هذه الزجليات من سليمان العيسى دون ومنه بل لا يعرف معناها. وأنا أقول لك وبمنتهى المصداقية أنني دعوت سليمان العيسى إلى لقاء تحت هذه السنديانة، وبكى سليمان العيسى بعد 60 عام. عاد إلى هذه السنديانة بعد 60 عام، عاد إلى هذه السنديانة ليقول ما سأقوله لك. لكن ما أبكاه لسليمان العيسى هو جمعت له كل البعثيين وليس الحزبيين، أقول لك لا سيما البعثيين الخمسينات والأربعينات، تقصدت أن أدعو البعثيين القدامى، واجتمع هؤلاء الناس مع سليمان العيسى وبدأوا يغنون أهاذيج سليمان العيسى، أغانيه شو بيسموها القريدية بيسموها إيه أغانيه. هو نسي كل هذه الأمور، فمنهم مثلا كان يقول مرادي اقطع ناشيدي وربع ما تم، جمدت على الواتر إيدي قيسار صم، نحن الأم الماجيدي يخرس كل تم وتبقى هاك الترديدي عرب ونقاح. وشجرة السنديان هذه لي قصة، لها قصة عندي، غير أنها شجرة البحث. قبل أن تصبح شجرة البحث كنت أحب التسلق إلى أعلى غصون الأشجار، وفي أحد المرات سقطت من أعلى هذه الشجرة إلى جذع الشجرة. طبعا
طبعا وما زالت علامة الجرح في عيني كلما يعني من طفولتك بتحب المغامرات. أتذكر هذه الملاحظة. بتحب المغامرات من طفولتك. ترقينا وارتفعنا وأخذنا بعض شهادة البروفي والبكالوريا وعملنا مدرسة تحت هذه الشجرة سميناها مدرسة البحث. حلو. كنا ندرس جميع الطلاب المنطقة. وكان في المنطقة أنت تدري جيدا كان في المنطقة هناك خلافات بين البحثيين والقوميين السوريين. هذه الخلافات كانت كبيرة جدا وإلى آخره. كانت موجودة بكل بلاد الشام يعني. خاصة عندنا في مناطقنا بالذات يعني. وأنا كنت الحقيقة كنا نتمنى يعني أنا كنت أنشد وحدة القرية لأني كنت أدرك أن في وحدة القرية هي وحدة الوطن. نعم صحيح. وفي وحدة الوطن هي وحدة الأمة العربية وهذا ما كنا نحن به. مين سبق الثاني أنتوا ولا الشيوعيين اللبنانيين؟ لما محمد دكروب عمل كتاب ضخم اسمه جذور السنديانة الحمراء. سندياناتكم أقدم ولا سنديانة؟ نحن سندياتنا أقدم الحقيقة. أنا أقول لك الآتي يا سيدي. كانت نشأة نشأة جيلنا كانت نشأة عامة جدا. نشأة كبيرة. كيف اجتمعنا؟ كيف التقينا؟ كيف كان البؤس والفقر والألم يجمعنا؟ وكيف كانت القيم والأخلاق تجمعنا؟ كيف كنت أركض في زوارب القرية دون أن أعرف الأسباب وما زلت أركض حتى هذه اللحظة. لكن هذه المنعطفات هي أقسى من المنعطفات السابقة وأصعب، لكنني أنا ما زلت أركض. أتذكر في يوم من الأيام حادثة، كما قلت لك كنا فقراء، ففي يوم من الأيام جاء مدير المدرسة ليقول أن هناك منحة للطلاب الفقراء، بدلات للطلاب الفقراء. كنت لا أصدق أنني سأرتدي بدلة، هو أنا طول حياتي حافي القدمين كما قلت لك. بدلة كانت حلمي الأول. وفي يوم من الأيام اجتمعنا، كان لابد لنا نستلم هذه البدلة من منطقة تبعد حوالي 9 كيلومتر عن منطقة، طبعا مشي طبعا، والحقيقة لم تكن مشي، كنا في سباق ضاحية كما يقال. واعترضنا، أنا أتذكر نهر موسمي، هذا النهر كاد أن يودي بحياتي لولا أحد الزملاء الذي أنقذني. وصلنا إلى المخبر وأصبت بخيبة الأمل، فوجدت أن حظي هو بنطلون قصير جدا وجاكيت طويل تغطي هذا البنطلون، وأحلامي كلها ضاعت الحقيقة. أنا ذكرت هذه الحادثة لأنها تذكرني بالماضي بشكل جيد. بس أنا بدي وقفك هون إذا سمحت لي سعادة السفير، إذا بتحب أني ناديك هيك أبو ريم. أحلى شيء يعني ناس نشأوا بهي البيئات السورية اللي كانت فعلا يعني معظم البلاد السورية كانت هيك بهذه الطريقة، يعني فقر شديد وحياة متخلفة، صحيح بريئة وصحيح نظيفة وطاهرة وطامحة، ولكنها كانت يعني بسيطة متواضعة يعني. لكن يعني من نشأ في تلك البيئة ثم وصلت به الأمور والتداعيات والمغامرات إلى أن يعني يتدخل في سياسات ويصنع ويتخذ قرارات، يعني أنت وسواك. أنا أقول لك الآتي، أنني أنا أصبحت بحثيا لأنني عشت في تلك الظروف. كان أمامي خيارين، إما أن أكون شيوعيا أو بحثيا الحقيقة. لكن الارتباط القومي وقوميتي التي لا أبادلها بأي شيء إطلاقا هي التي جعلتني أن أكون منتسباً إلى حزب البحث العربي الاشتراكي، وأنا فخور جداً فخور بأنني انتسبت إلى هذا الحزب في عام 1951، وترعرعت في هذا الحزب وعملت الكثير. وكما قلت لك كانت باكورة أعمالي أنني فتحت مدرسة أنا ورفاقي في المنطقة تحت شجرة السنديان. بأي سنة سافرت على مصر للدراسة؟
أنا سأأتي لك لهذا الموضوع لأنك سألتني سؤال سأغطيه عن دير الزور قبل أن أكون في مصر. والحقيقة يعني عملنا جيل، هذا الجيل جيل صادق يؤمن بالعروبة، يؤمن بالبعث، يؤمن بوحدة الأمة العربية من بعيد الغريب. كنا نردد ما يقوله سليمان العيسى دوما، ونحن في البراري ونحن في الشوك عشناها، وفوق الصخر أعواما طوالا، وعلى الحصير حصير آبائي تعلمت النضال. فيا سيدي هكذا تعلمنا. طبعا أخذت الشهادة الابتدائية كنا نسميها سيرتيفيكا، وشهادة سيرتيفيكا أنا أذكر تماما كان معدلي يعني متواضع. أنا يعني أنا أحيانا كنت أقول شجع نفسي أنه جيد، كان 400 من 600. المهم سيدي لم أقبل داخلي، طالب داخلي إطلاقا، وأنا لا أستطيع أن أكمل دراستي في المدينة، فكل رفاقي ذهبوا ما عدا أنا، وبقيت في بائس الحقيقة. فكان لي أخ، هذا الأخ كان عريف في الجيش في دير الزور، فطلبت منه أن أكون عنده ضيفه خلال هذه الفترة سنة واحدة، وبالفعل قال لي أهلا وسهلا، وهو أخي الكبير، واستقبلني، هو عريف بجيش، وسكن قاعد أنا وياه في السكنة. سكني تصور يعني واحد قاعد بسكني في بيت في غرفة عم يدرس، عم يدرس. وأنا أذكر بهذه المناسبة مر عليه شخص، هذا الشخص وأنا طبعا دخلت ثانوية الفرات، وثانوية الفرات أنا أخذت نفس في ثانوية الفرات لأني وجدت أن مدير الثانوية هو عبد الكريم زهور، كريم زهور بحثي وإلى آخره، وكنا البحثيين نحن أقوياء الحقيقة يعني كنتوا جريئين كنت الناس كلها معانا يعني. أنا أقول لك كنا أقوياء. عموما كان الحراك السياسي بسوريا يعني ناشط. أنا أقول لك الآتي يا سيدي، أن حزب البعث العربي الاشتراكي بال 58 هو الذي حقق الوحدة. نعم. هو الذي حقق الوحدة. كيف؟ سيدي كانوا 17 نائب والشارع كله معاهم. لم يكن لدينا في مجلس النيابة إلا 17 نائب، لكن الشعب كله معاهم، والشعب لا يستطيع أن يقول أنا ضد الوحدة. فكان طبعا تيار قوي جارف، لكن وبمصداقية كان يقود هذا التيار هو حزب البعث العربي الاشتراكي، وحققت وحدي. دخلت كلية عسكرية، كلية العسكرية كانت حياتي كثير كئيبة. بالكلية العسكرية كان آمر دورتي عبد الكريم النحلاوي، هو اللي عمل انقلاب. عبد الكريم النحلاوي ضابط، حقيقة ضابط ذكي وأخلاقي، لكن ضابط يعني شو بدي أقول لك، أنا أحترمه، لا أحبه لكن أحترمه بالفعل، لأنه فهيم وإلى آخره. لكن يا أخي بعيد يعني أي شيء عروبي كان يشعر متعنت، أتحسس من العروبة، من العروبة كثير يعني. في إحدى المرات بالفعل يعني هذا استدعاني بالليل، قال لي أنت عمرك شفت هذا الكتاب؟ كتاب بعنوان الصوم. بالفعل أنا عمري ما شفته. لهلا الصوم؟ الصوم. قلت والله لا. قال لي لا أنت عندك زوم. قلت له حاضر. والله عمري ما شفته يا سيد. أخذ راح السجن، رحت على السجن، أقعد بالسجن، ولا ليس لي ذنب إطلاقا. عادت حوالي 70 يوم في السجن دون ذنب. فهذا عمل شيء بأعماقي، وكنت
يعني يعني أقول يعني أقول بس طبعا هو سجن سياسي وليس طبعا سجن سياسي. وبعدين الحياة يعني بالأخير أيضا عاقبونا نحن وكم واحد من رفاقنا، كان معي محمد إبراهيم العلي وكان معي ضابط اسمه أحمد أديب خديجي وكمان مع الضباط، أنه أعادونا أخرونا ترفيعنا شي حوالي 5-6 شهور وبعثونا على مصر القاهرة، والقاهرة طبعا تخرجنا من القاهرة، والقاهرة نحن بعثيين لم نخدم بسوريا أطلاقا، خدمت بالبحيرات المرة بقناة السويس بسيناء كل هذه الفترة خدمتها هنا، وكنا مبعدين بالفعل. تلقيت تهنئة من رئيس الراحل جمال عبد الناصر؟ كنت الحقيقة كنت كان عندي طلعت عملوا دورات الهامة جدا بمصر، كان دورتين، دورة معلم صاقة ودورة مظلين، فأنا طلعت بدورة معلم صاقة الأول. فعبد الناصر حضر للتخرج وهنأني والآخري، وكان يعني طلعت وكذلك عمل دورة مظلين. وبعد ما عمل دورة المظلين طبعا أنا بسينا كنت عمل دورة المظلين، واللي بيطلع الأول بينقلوه على كثير المظلات، فأنا قلت أخ يعني أنا وجدتها كما قال أحد وجدتها، فبالفعل طلع عمل نقل كثير المظلات بالقاهرة، يعني أنا وين بسينا وجي على القاهرة يعني غير حياتها. وفوجئت أيضا ها سامحه الله، أنا والله لا أكرهه لا عبد الكريم النحلاوي، كان رئيس لجنة الضباط في حينها، كان أيضا هو المسؤول، هو اللي عمل الانفصال عبد الكريم النحلاوي. فبعد ما طلع قرار نقلي ألغي أمر النقل الثاني وقعدت لوحدي، وبقينا طبعا بمصر حتى الانفصال، وبالانفصال جينا. وطبعا أيضا هلأ بعد الفاصل رح نحكي عن السنوات 61 62 63 وعلاقتك مع الضابط زياد الحريري. وانت راجع من القاهرة وراكب السيارة سمعت بالراديو خبر انفصال مصر وسوريا عن دولة الوحدة، كيف تلقيت الخبر؟ قبل أن جاي بعد هذا السؤال، الحقيقة أحب أن أعود قليلا للوراء يقول لك الآتي. كما قلت لك أن البعثيين بالذات كانوا كلهم مبعدين، وكانوا في القاهرة في مصر وفي سيناء ومبعدين كل البعثيين عن، ولو كان البعثيين موجودين بسوريا لما حصلت 28 أيلول. هو لأنه عبد الناصر سوى الحكومة المركزية اللي مقر في القاهرة وليست لا نعم، والضباط ونقل سحب كل مراكز الضباط البعثيين، ضباط يعني الضباط بالذات لم يتواجد أحد منهم إطلاقا في سوريا، وإلا مسهل عليهم الانقلاب بالطريقة اللي عملوا فيها. نعم. طبعا احنا كنا البعثيين، انا بشكر الرئيس حافظ الأسد رحمه الله بالقاهرة، كنا نجتمع حواليه، طبعا بالأخير سموها لجنة عسكرية والأخير الحقيقة هو عبارة عن تجمع، لكن هذا التجمع في عهد الوحدة، في عهد الوحدة هذا التجمع كنا نقول الآتي، تحت أي ظرف من الظروف نحن ضد انفصال الوحدة. نحن كنا ندرك جيدا مدى الجروح اللي عم نعانيها، ومدى المشاكل اللي عم نعانيها، وان حلم الوحده اقترب وتحقق. اي يعني نحن بعثيين، اولى اهدافنا هي الوحده. فيعني لم نفكر في يوم من الايام ان يكون هناك انفصال، وكانت كارثه كبيره جدا. انا لم اكن في القاهره، كنت مجاز هون سوريا، وأنا أشكر جيدا كنت انتهت إجازتي وكنت أستعد لمغادرة دمشق إلى القاهرة، وأنا في سيارة بدير عطية بسيارة أذيع البيان. لم أصدق، لم أكن أصدق. طبعا حكوا لنا رفاقنا وكيف الأمور وإلى آخره وكيف كانت الأمور وإلى آخره، فأنا الحقيقة التحقت بالقيادة، ضابط قدمت نفسي للقيادة، فالتحقت الحقيقة بمفرزة كانت مكلفة بحماية البرلمان، فالتحقت بهذه المفرزة وانتظرت تمري. فأخيرا طولت المدة، يوم عبد الكريم النحلاوي بعرفه أنا يعني، هو بيعرفني جيدا، فطلب قائد الانفصال، هو قائد الانفصال، وقائد الانفصال كان رئيس شؤون ضباط نطلع بالك. فأخيرا اقتربت مقابلته، والحقيقة يعني
قابلني يعني أخذوني الساعة حوالي 10 الصبح، قابلني الساعة 12 بالليل، وقال لي أنت كذا وأنت وكنت من بنسرحك وأنت مهم، أنا أعطيك إنذار وهذا إنذار لك ونحن نعرفك وأنت كذا وأنت كذا. شو كانت رتبتك؟ كنت ملازم أول، وعينوني باللواء تبع مسعدي، يمكن 11 اللواء 11 يمكن زي ما يظهر. رحت على اللواء، كان معي واحد زميلي من مستجدين بالعسكريه، بس لانه اسمه على اسمي اكله راح معي، بعثوا له اخر اسمه جوال حداد. ف رحنا على مسعدي، بمسعدي الحقيقه قال القائد اللواء زياد الحريري، فتنا نحن متألمين يعني الالم طبعا. الالم يعني يمزقنا، خاسرين حلم الوحده وحده يا اخي، يعني معقول واحد يعني واحد مثل اذا ابنه غلط والله بده يقتله يا اخي، ابني غلط صلحه. المهم فسيدي حكيت، قال لي هو زياد الحريري، قال لي انت في كثير عليك مشاكل فبدي اياك تنتبه. قلت له حاضر سيدي. كان قاعد جنبه ضابط، هذا الضابط اذكر جيدا انه قمت راسه وكان فيه جراحه وشي من هذا، قال هذا قائد كتيبتكم اسمه محمود حج محمود الله يرحمه مات الرجل كمان. فرحنا من مسعدي الى واسط، بواسط اجتمعنا مع الرجل وقال انا راعينك انت قائد سريه، تعيني قائد سريه في منطقه يعني بيني وبين العدو حوالي 50 متر، 150 متر، الخط الأمامي. فقعدت أنا طبعا صورة لا أحب أن أدخل بتفاصيلها وكيف وكيف عملنا الانفصاليين كمان يعني كانوا أسوأ وإلى آخره. يوم من الأيام أنا قاعد إنه بيجيني إنه عسكري بينادي إنه في مشكلة كبيرة، السلاح السلاح، أنا قلت والله في مشكلة، وإذا قائد اللواء جاي قائد اليوم تجي المنطقة اللي أنا فيها ما في سيارات، ما بتوصل لسيارات يعني يدوب. المهم جايب سيارة جايب، وصل للرجل حييته، كنت أنا مرتب عساكر بشكل جيد، وأنا الحقيقة يعني كنت حريص كثير إنه يعني العسكري عشان عسكري كان الوضع مهمل بالآخرين. فصارت مسابقات وانا بالخط الامامي الخط الاول، يعني ما في قدامي شيء اطلاقا، ما في الا هو. واما فطلعت احدى كان بدهم يخلصوا منك يحطوك ايه طبعا طبعا والمقصود فالمهم ايش زياد هلا كان هذا الموقف لك انت وحدك ولا والله كل الضباط اللي بعثين؟ بس كنت انا يعني كان موصفي بهذا الموضوع. نعم. وموصفي انا كنت تحت المراقبه انه هذا بعثي وهذا 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 الى اخره. وسأروي لك رواية أنا ما أنساها لك بعده. المهم سيدي فأجي زياد الحريري لقاني هيك قاعد بخيمة، الخيمة حلوة وجميلة ومرتبة ومنظمة، وكاتب قدامي ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فقال لي أنت بعثي يا سليمان؟ قلت له بجيش ما في بعثيين. ضحك طبعا عنا وحكى لي، قال لي عبد الكريم الحلاوي بيقول لي احترس منك، والثاني بيقول لي احترس، ورئيس الاركان، وكل واحد بيقول لي. وسليمان تعاطف معي تعاطف كامل هذا الرجل، وشعرت بانه يحبني. بس انت كنت يعني اسمح لي اقطعك عشان افهم انا اكثر، يعني كنت ملازم اول، كنت ضابط صغير يعني في جيش، يعني فقائد الجيش كان يفكر بملازم كان اللي قائد الانقلاب. كان حلو هذا سؤالك كثير حلو. كانوا يفكروا بأي إنسان يقضي ضدهم،